مشاهدينا ايضا ومعنا عبر الاقمار الصناعيه من بيروت المحلل المالي الاستاذ جهاد حكيم. اهلا وسهلا بك استاذ جهاد. اهلا بحضرتك. استاذ جهاد، نبدا من اوروبا التي اغلقت في الجلسه الماضيه على تباين في مؤشراتها بسبب الاحداث التي لا تزال في مصر، ما تفسيرك لها خصوصا يعني وان الجلسه قبل الماضيه شهدت تدفق لرؤوس الاموال لشراء الملاذ الامن في بعض شركاتها؟ أعتقد أن على مدار العالم أن الأسهم لقد قامت بالارتفاع مجددا وقد مسحت كل الخسارة التي منيت بها في 28 الشهر المنصرم بعد أزمة مصر. في إذا أخذنا الـ MSCI وهو مؤشر يضم 45 سهما في العالم فقد ارتفع من جديد، والجلوبال ماركت اندكس وهو مؤشر شامل عالمي هو عند أعلى مستوى له في سنتين. فالأسهم الأوروبية التي كان مؤشر الصناعي فيها في أكثر من بلد جيد جدا فقد قامت بالارتفاع مجددا، وخصوصا الكاك 40 في فرنسا فهو عند أعلى مستويات له. ونعتقد لأن أزمة مصر يمكن أن نخرج منها بطريقة سلمية فيمكن أن نحتوي هذه الأزمة وأن لا يتم هنالك اضطرابات أكثر من المتوقع. نعم أستاذ جهاد، يعني كما تعلم هناك بعض التحسن النسبي في الأسبوع الماضي في قطاع الخدمة والصناعة في أوروبا، لكن لا زال هناك يعني ترقب وانتظار من المستثمرين في بيانات القطاع الصناعي والخدمي في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو. يعني ما هي توقعاتك لهذه النتائج خصوصا وأن منطقة يعني اليورو في هذا الأسبوع تنتظر أيضا قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يعني بعد أن ارتفعت معدلات التضخم في البلاد؟ إن مستر تريشي رئيس الـ ECB أي المصرف الأوروبي يريد أن يأخذ احتواء التضخم كأولوية له في بالنسبة لولايته التي المتبقى منها. فبما يخص المملكة المتحدة إن جميع المؤشرات بالنسبة إلي سلبية ما عدا المؤشر الصناعي، فلا أظن أن هنالك سيكون من تحسن كبير. فالباوند يمكن أن يقوم بالارتفاع لمدة محددة، يمكن أن يصل إلى 1.70 في نهاية مارس لأن ما زال لديه بوتنشل أي إمكانية أن ينخفض بعد 8% وهو مستوى قريب من ديسمبر 2008 أوطى مستوى وصل إليه، لكن بعد ذلك أظنه سيقوم بأن يضعف لأنه اليوم عند مستوى 1.61 يمكن أن يصل 1.70، لكن بعدها أظن أن الاقتصاد في الولايات المتحدة إنه يعاني بسبب سياسة التقشف، فأظن بعدها أن الباوند سيقوم بالانخفاض. نعم. بما يخص منطقة اليورو، نعم تفضل. نعم، بما يخص منطقة اليورو إن في الوقت الحالي هنالك مؤشرات صناعية جيدة في إسبانيا على الرغم من كل الصعوبات التي تقوم بها، وهي منطقة من تعتبر من البريفريز أو البريفيرلز أي المنطقة التي ليست هي في الوسط والتي هي تعاني من ضعف. أوروبا هي نعتقد أن في الوقت الحالي هي بتحسن بما يخص المؤشرات الصناعية، وهذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار ما يحدث في فرنسا وألمانيا لأن هذان الاقتصاديين وخصوصا ألمانيا حيث التضخم يزيد لأن هناك القوى الاقتصادية كبيرة والجي دي بي يرتفع أكثر فأكثر. نعم، يعني طيب أستاذ جهاد، يعني هل توافق عفوا على ما قاله بعض الخبراء بأن أسعار أو ارتفاع أسعار السلع الأولية لم تؤثر في تحسين أجور العاملين يعني وأن ما يحصل بسبب بعض القلق في منطقة اليورو؟ بما يخص منطقة اليورو هنالك تباين، هنالك منطقة الوسط التي تبدي حسنا وهنالك تضخم يأتي من هنالك، أي إذا أخذنا منطقة ألمانيا فهي تبدي حسنا والتضخم يأتي من هناك، أما إذا أخذنا المناطق أو البلدان اللي هي على الطرف هي بالنسبة لبعض المحللين إذا أخذنا فقط على سبيل المثال اليونان فالعائد على سندات الخزينة في اليونان والعائد على البنش مارك في منطقة اليورو أي العائد على سندات الخزينة في منطقة اليورو فكان هنالك من ناروينج أي الهامش بين
البنش مارك في منطقة اليورو والسنة أو عائد سندات منطقة اليونان أو بلد اليونان قد انخفض، وهذا يدل أن هنالك تحسن مرتقب بما يخص اليونان. هذا بما يخص الأسواق، لكن بالنسبة إلي المخاطر ما زالت هنالك، وهنالك معضلة بالنسبة للبنك الأوروبي. منطقة الأطراف لا نعلم أين أو متى سيتم تسليط الضوء عليها وستكون ضحية ما، وهنالك في منطقة أو بلدان الوسط التي تنمو بشكل مستمر وخصوصا ألمانيا. نعم، طيب كيف ترى حركة الصندات في الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي، التي يعني تعد اهتمام المستثمرين حاليا بسبب أزمة الديون السيادية في عفوا منطقة اليورو التي تواجه ارتفاع مطرد يعني في تكلفة الإقراض على السندات العامة كما أظهرت الأرقام أستاذ جمال؟ لقد ذكرت للضوء أي أسبريد الفارق بين البنش مارك على سندات منطقة اليورو والسندات في منطقة اليونان، لقد قام بالناروينج أي انخفض الفارق، وهذا ما يدل أن الريسك قد انخفض نوعا ما في الوقت الحالي. لكن أظن أن في المستقبل أن اليونان لم تحل مسألتها بعد، ويمكن أن نرتقب أن يكون هنالك ضحيات جديدة في منطقة اليورو، لأن تارة السوق يركز على سلبيات منطقة اليورو وطورا يركز على العجز في الموازنة في الولايات المتحدة. لذلك نرى في أوقات أن اليورو فور اكزامبل يرتفع، وهو الآن عند 1.38 ويمكن أن يكمل مسيرته الارتفاعية عند 1.40 أو 42 43 إذا قام بكسر حاجز 1.40. وعندما يقوم التركيز على أزمة في منطقة اليورو فعندها يمكن أن ينخفض مجددا اليورو. نعم أستاذ، أيضا جهاد، برأيك هل مؤشرات في الولايات المتحدة التي بدأت تتحسن تدل على انخفاض في ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي في أمريكا وأنها بدأت تتلاشى، أم هناك حسابات أخرى بسبب ما يحدث عن عوارض مفاجئة مثل أحداث مصر في تحول أداء الأسواق المتحسنة؟ بما يخص التضخم لا علاقة كبيرة بما يحصل بمصر على ما يكون الكور سي بي اي او التضخم الجوهري الذي يأخذ بعين الاعتبار الفيد لكي يقرر سياسته النقدية. الكور سي بي اي في الولايات المتحدة هو عند 0.4%، والكور سي بي اي لا يأخذ بعين الاعتبار الاسعار زيادة الاسعار المتأتية من الزيادة في اسعار النفط او الزيادة في اسعار المواد الغذائية. فنعتقد أن التضخم ما زال محتوى في الولايات المتحدة، لكن يمكن أن يكون هنالك زيادة في الأسعار للكور سي بي اي التي يمكن زيادة في الأسعار الفود وليس البترول المتأتية من الأسعار الغذائية المرتفعة، يمكن أن تؤثر على الكور سي بي اي لأنه يمكن أن يزيد من الأسعار بالنسبة للمستهلك، والمستهلك الأمريكي هو يعتبر 70% طلبه الطلب الاستهلاكي 70% من الجي دي بي، وذلك بالتالي يمكن أن يؤثر. لكن بالوقت الحالي فهو محتوى 0.4% هو بعيد كثيرا عن مستوى 2%. نعم، طيب إذا انتقلنا بالحديث أيضا عن آسيا التي أغلقت جميعها على ارتفاع متأثرة بنتائج بعض الشركات في الجلسة الماضية، برأيك هل يعني هذا الارتفاع يسبب القلق في آسيا بعد الديون التي يعني أظهرت في اليابان والتي وصلت إلى 11 تريليون تقريبا، أم أن هناك أسباب أخرى برأيك؟ بما يخص الأسهم، إن الأسهم على مدار الأرض وفي جميع البلدان هي في تحسن وهي مرتفعة أكثر فأكثر. يمكن أن نرى أن المشكلة في البلدان الناشئة كالصين والبرازيل والهند هي يمكن أن تكون التضخم التي هو تتراوح بين 5 و8%، فيمكن البلدان هنالك أن تأخذ تدابير لاحتواء التضخم. لكن بما يخص الأسهم فنحن وخصوصا العملات في البلدان الناشئة فنظن أنها سترتفع أكثر، فإذا أراد المستثمرين أن يستثمروا فأظن أن العملات في هذه البلدان هي مشجعة جدا لأنه يمكن أن ترتفع لاحتواء التضخم. نعم أستاذ جهاد، إذا يعني هل أنت مع أو ضد ما ذكره بعض الخبراء أن
نمو الصادرات في اليابان يدعم معدلات النمو، وأن تعافي الاقتصاد الياباني بالتزامن مع بداية تعافي الطلب العالمي بدأ يظهر. أنا ألتقي مع الخبراء بما يخص الصادرات اليابانية التي يمكن أن تكون هي محور النمو في اليابان، لكن هنالك مشكلة الديفليشن ما زالت مستمرة هنالك. نعم، إذا تحدثنا أيضا عن العملات، كيف تفسر تقلباتها الحالية في ظل ضعف الدولار؟ بما يخص إذا أخذنا اليورو والدولار بما يخص الأساسيات، فبعض الخبراء يعتبرون أن يمكن البنك المركزي، لكن هذه تكهنات، أن البنك المركزي في الاي سي بي في أوروبا يمكن أن يقوم بزيادة الفائدة قبل الاقتصاد الأمريكي، قبل الفيدرال ريزيرف بانك أو الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، لذلك نرى بعض الشيء أن اليورو يصعد. وبما يخص الباوند، فأظن أن الباوند هنالك عملية سبيكوليشن تقوم، وفي على المستوى الطويل كما ذكرت سابقا بعد عندما يصل إلى 71 أي الريزيستنس، يمكن أن في مارش يمكن أن يتراجع الباوند. لكن بما يخص ضعف الدولار أمام بقية العملات وخصوصا في الأسواق الناشئة، لك هذا متوقع، وقلت إن كان المستثمرين يريدون أن يبحثوا على استثمار مجد ورابح فيمكن أن يقوموا بشراء العملات في الأسواق الناشئة، كون في السنوات المقبلة الدولار قد انخفض كثيرا تجاه اليورو ولم ينخفض كثيرا تجاه البلدان الآسيوية التي معها فائض كبير إذا أخذنا التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، فلقد أتى الأوان كي ترتفع أكثر فأكثر بعد أن قام اليورو بأخذ كل هذه البردن أو أي تسبب بهذه المعضلة وارتفع كثيرا في السنوات المنصرمة عند 61. نعم أستاذ حكيم، ما تحليلك لأسعار النفط وما توقعاتك المستقبلية له؟ بالنسبة للنفط إذا أخذنا النايمكس فأظن أنه متوقع أن يصل إلى 92 و93، وعندما يكسر هذا الحاجز فيصل إلى 100، وذلك لأن إذا كان هنالك من اضطرابات عالمية فذلك سيزيد من سعر النفط، وإذا لم يكن هنالك من اضطرابات عالمية فالاقتصاد العالمي ينمو في أمريكا والصين وغيرها من البلدان، والاقتصاد وفي بلدان أوروبا كألمانيا فالاقتصاد يتحسن، فعلى كلا الحالتين فأنا أظن أن البترول سيزيد ويمكن أن يشكل ذلك تضخم لبعض البلدان نعم. المتطورة، لكن بما يخص الخليج فذلك جيد جدا، لكن بما يخص البلدان في طور التقدم فذلك يمكن أن يشكل تضخم لها. نعم، ماذا عن الذهب وما توقعاتك أيضا المستقبلية للذهب؟ بالنسبة للذهب في الوقت الحالي هو على ارتفاع، أظن يمكن إذا كسر ال 1350 يمكن أن يكون ال 1380 يكسر وبعدها ال 1405، ذلك يترتب إذا تم كسر هذه الحواجز، لكن في الأسابيع المقبلة لا أستغرب إذا قام الذهب بالتصحيح، وإذا قام بالتصحيح تحت مستوى وكسر مستوى ال 1300 فهنالك 1256 المستوى التي نتوقعه في المستقبل، لكن في هذه الفترة نظن أنه على ارتفاع، لكن في الأسابيع المقبلة فلا أستغرب إذا قام بالتصحيح. نعم، الأستاذ المتألق جهاد حكيم كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية، أشكرك على هذه المشاركة. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، كان هذا كل ما يتعلق بمسار البورصة لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.